يوم جديد مع أحدث طبعات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الخميس الموافق للثالث عشر من شهر أغسطس لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة الأيام والتي لفتت. رئيس الوزراء رعاه الله: تشديد الرقابة على الورش والجراجات. الأعلى الإسلامي: استمرار تعليق الصلوات في المساجد والتجمعات الدينية. ومع عناوين صحيفة أخبار الخليج والتي نقلت: ناصر بن حمد: ربط جائزة الملك حمد بطرق مواجهة جائحة فيروس كورونا. أكبر انخفاض للذهب منذ 7 سنوات بعد تسجيل أول لقاح روسي لفيروس كورونا. ومع صحيفة البلاد والتي استهلت: وزير الأعلام سمو ولي العهد مؤمن بأهمية إشراك المواطن في القرارات. المانع: الفريق الوطني هو المعني بتقييم مختلف التجمعات. ومع صحيفة الوطن والتي نشرت: إطلاق النسخة الثالثة من جائزة الملك حمد لتمكين الشباب. القحطاني: لقاح التجارب السريرية آمن. إلى أخبار صحيفة أخبار الخليج، ونطالع منها أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أكد أن إطلاق جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في النسخة الثالثة تأتي متوافقة مع توجيهات عاهل البلاد المفدى أيده الله، وأنه تم ربط هذه الجائزة بالمشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة والطرق الكفيلة لمواجهة جائحة فيروس كورونا. إلى ذلك نقرأ أن المقدم الطبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني كشف أن الفريق الطبي بدأ فعليا بتجربة اللقاح الصيني منذ يوم الأحد الماضي، وتم تطعيم 70 شخصا حتى الآن وتسجيل عدد كبير من المتطوعين الراغبين في المشاركة. لفت الصحيفة أخبار الخليج أن رؤساء المآتم في مملكة البحرين أعربوا عن دعمهم للقرار الصادر من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولقرارات الجهات المعنية، وأشاروا إلى أن الوضع الاستثنائي يتطلب الامتثال للقرارات والتوصيات الحكومية وأحياء موسم عاشوراء هذا العام في المنزل فقط ومن خلال تقنيات الاتصال. وبقلم الدكتور منصور سرحان، نشر صحيفة أخبار الخليج مقالا بعنوان: التسامح والتعايش ونبذ الطائفية سمة الشعوب المتحضرة، البحرين أنموذجا. فإلى هذا المقال: كانت البحرين على مر التاريخ وما زالت حتى يومنا هذا عصية على الطائفية والتعصب، نظرا إلى ما يتمتع به شعب البحرين من روح حضارية تضرب بجذورها إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، عندما تأسست على أرض هذه الجزيرة حضارة دلمون ولاحقتها حضارة تايلوس وأرادوس ثم أوال، حيث استقت من تلك الحضارات قيم المحبة والتسامح، وفي خطوة متقدمة معبرة عن التسامح والتعايش تأسس في المنامة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وهو المركز الذي تمت الإشادة به على المستوى العالمي. وقد دخص جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد في كلمة له بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للتسامح كل معاني التسامح ونبذ العنف والتمييز. لفت الصحيفة الأيام أن وكيل وزارة الصحة وليد المانع شدد في المؤتمر الصحفي على أن إعادة الفتح التدريجي لبعض الأنشطة يتم فيه مراعاة عوامل محددة لتقييم الوضع بين الفتح أو إعادة الإغلاق.
نقلت صحيفة الأيام أن الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون بوزارة شؤون الأعلام عبدالله الدوسري قال أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير شؤون الأعلام سعادة السيد علي رميحي سوف يتم تخصيص استديو لنقل أحداث ومنافسات المرحلة النهائية لمسابقة أقوى رجل في البيت، مؤكداً على دعم نجاح جميع المبادرات التي تشكل فرصة حقيقية لاحتضان الشباب. ونطالع من صحيفة الأيام أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أعلن استمرار تعليق الصلوات في المساجد وتعطيل العبادات الجماعية والتجمعات الدينية لحين تحقيق الانخفاض المطلوب في مؤشرات انتشار وباء فيروس كورونا. نشرت صحيفة الأيام أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أعلنت بأن أعمال صيانة فواصل جسر سترة تستدعي غلق المسار الأيمن للمرور المتجه جنوبا، وسوف يتم بدء العمل اليوم الخميس وحتى يوم الأحد المقبل. بخصوص موسم عاشوراء وآليات السماح للتجمعات أو منعها، نشرت صحيفة البلاد أن وكيل وزارة الصحة وليد المانع أكد أن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا هو الجهة المعنية بالنظر في تقييم جميع التجمعات، مؤكدا أن السماح في مثل هذه الفعاليات والتجمعات أو عدم الموافقة يعود للبحث والتشاور بين الفريق الطبي والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. لفتت صحيفة البلاد أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض كشفت عن آخر المستجدات والتطورات في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق المنامة. بيّنت صحيفة الوطن أن المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا أكد أن اللقاح مدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية وهو لقاح معطل بمعنى أنه خامل ولا يسبب الإصابة بهذا الفيروس، وإنما يساهم في صنع الأجسام المضادة وتحفيز مناعة الجسم لمقاومة الإصابة. هذا ونطالع أيضا أن استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا الدكتورة جميلة السلمان اعتبرت الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا روتين حياة للناس، مشيرة إلى ضرورة التعايش مع الفيروس بذكاء. نشرت صحيفة الوطن أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إيمان المرباطي قدرت عدد الأشخاص الذين يتسلمون راتباً تقاعدياً من العاملين المؤمن عليهم بين 2500 مواطن إلى 2800 مواطن، مشيرة إلى أن هؤلاء عليهم ضم الفترة السابقة للفترة الحالية أو استلام كفاءة عن الفترة السابقة. وكالعادة إلى الجولة الأخيرة التي ستكون مع فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.